أول ما جو داعش لقريتنا قالوا تعال اسمه وأي واحد هنا شرطي تنسى المرات ماله. أنا قلت يمكن صحيح. رحت دليتهم على أبوي جو قذبوه وذبحوه. أمي ظلت قاعدة علي ألا سوتني اسمه عمره 7 سنين وهذا تركتني راح تجوزت كل يوم تجي علي بس من الدواعش راحوا هي تعزمنا رحنا وياهم. وممكن بعض الشباب يعيشون سنتين تحت سيطرة داعش. بصراحة احنا في مركز الشباب شباب بصورة عامة يعانون من مشاكل النفسية الكثيرة. على سبيل المثال يعانون من عادة من مرض PTSD اضطراب ما بعد الصدمة. أنا أحس ويا هنا ويا أصدقاء أحس جعلهم أهلي جعلهم نفس أهلي وجعل المكان ذا نفس بيتي. أول ما راح أشوف أمي علي أركب وأحضنها وأحببها وأجيبها على البيت اسمه أتغدى وياها أمنى مستقبلي أن أروح بالكلية أمنى أنجح اسمه أصير شرطي لأن أبويا مو كان شرطة أنا مو شرطة أصير شرطة ناسي.